خالد جاسم القطري المدافع عن العراق، شنو هي مواقفه ويا العراق والعراقيين، وشلون كانت رحلته بخليجي 25 بالبصرة. حضر كوب الشاي وتعال احكي لك. الله بالخير. اللي ما يعرفني أنا عمر الرياض، وهذا الدكان. بوقت كان بي العراق محروم من استضافة أي بطولة بسبب الحظر، كان العراقيين ينتظرون أي مبادرة عربية تدعم هذا البلد العظيم. طلع خالد جاسم وقال كمقدم برامج رياضية وكمحب للشعب العراقي أطالب برفع الحظر عن الملاعب العراقية، وقال من حق المنتخب العراقي أن يلعب وسط جمهوره، ومن حق الجمهور العراقي أن يآزر منتخب بلده. قبل انطلاق البطولة كان خالد جاسم من أكثر المدافعين عن العراق وأكثر المؤيدين أن تكون البطولة بالعراق، وقال بعض الاتحادات الخليجية ما تريد تتوجه للبصرة وتقيم البطولة هناك، وقال شلون تقيمون وضع العراق إذا أنتوا ما ركبتوا الطيارة ورحتوا للعراق وشفتوا بعينكم. أنا ما عندي مصلحة إذا استضافت البصرة البطولة أو لا، لكن اللي يهمني أنه أشوف شعب العراق فرحان، لأن كافي مآسي وأحزان، ولابد أنه هذا البلد ينهض، ولابد نحط إيدنا بيدكم ونقول انهض يا عراق، انهض يا تاريخ ويا حضارة. وراح أهتف بصوتي نعم لتستضيف البصرة هاي البطولة. وقال يا عراقيين انفضوا الغبار اللي عليكم واشتغلوا، شنو اللي يمنع أن نروح للعراق وندخل مجالسهم وناكل المزقوف وغيرها من الأكلات العراقية. وقبل انطلاق البطولة وعد العراقيين أنه راح يكون موجود داخل العراق بالبطولة، وفعلا كان أول الإعلاميين وأول الخليجيين اللي يدخلون العراق. قبل البطولة بأيام ديكور المجلس تم نقله من قطر للبصرة، وفندق الشيراتون تم تركيبه، وكادر البرنامج كان حريص أن يكون الديكور نفسه اللي نشوفه بقطر. وانطلق البرنامج ويا انطلاق البطولة، والتغطية كانت تستمر الساعات متأخرة من الليل. وقال خالد جاسم كانت وحدة من أمنياتي أن أغطي كأس الخليج من البصرة، والحمد لله تحققت هاي الأمنية. وبغض النظر عن الضيوف الرياضيين، استضاف خالد جاسم شخصيات حكومية وفنية، وسلط الضوء على رجال الأمن بالعراق وحتى المواهب الشبابية والأطفال. كان خالد جاسم يتجول كل يوم بشوارع البصرة ويوثق محبة العراقيين وكرمهم، وبوحدة من الحلقات قال احنا مستحين منكم يا عراقيين، ولو قبلنا كل الهدايا اللي توصل إلنا كان غطتنا هاي الهدايا. نقل أجمل صورة عن الأمن والأمان، وحاول يصحح الصورة السلبية اللي كان يتخيلها بعض العرب. وبعد كل مباراة يفوز بيها العراق كان ينزل للشارع ويحتفل ويا جمهور العراق، وشفناه يرفع العلم العراقي ويبوسه حال حال أي مشجع عراقي. زار بغداد وتجول بين معالمها وقال لابد أن تقام بطولة داخل بغداد. وخلنا نتعرف أكثر على شخصية خالد جاسم. خالد جاسم مذيع قطري ومقدم برامج تلفزيونية، اشتهر بتقديمه البرنامج المجلس على قناة الكاس. هو من مواليد 74، التحق بتلفزيون قطر نهاية 93، وانتقل لقناة الجزيرة الأخبارية سنة 96. بسنة 2003 وقع عقد ويا قناة الجزيرة الرياضية، وبال 2011 قدم استقالته من الجزيرة الرياضية. هاي كانت بعض المعلومات عن الإعلامي القطري خالد جاسم ومدافعته عن العراق، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.